عندي جار، جار من الصبح بيتخانق معايا، اقول له يا اخي انا عندي شغل الاول. انا اسفه جدا، انا اسفه، انا اسفه جدا. زينب من المغرب طبعا، حسن رداد النجم بتاعنا، نجم مصر. انا اسفه جدا ان فريق العمل ما جاش، اتاخر. اقعدوا كمان، اعصابي بايظه خالص والله، ربنا يعلم. مش قادره اتكلم خالص والله يا حسن، خلاص اعصبتي جدا جدا جدا، ما فيش فايده. يعني قله ادب بعد كده ما شفتش. طب هدي نفسي. عنده كلاب، عنده كلاب، والميه بتاعته بيسيبها عندي لما بوظ لي البيت كله. انا اول مره اشوفك متعصبه، انا ما بشوفكيش بتضحكي، بتهزري، لذيذه، ولا تضايق نفسك ولا اي حاجه. ده انت بتدينا طاقه ايجابيه. انا اجيب البرود دي منين؟ انا دم حامي. معلش، دم حامي. معلش، تليفوني كبير. مساء الزفت يا اخي، عندي ناس طول النهار بالطريقه دي، ما تخلي عندك دم. ده تقليل ادب صحيح. لا لا لا، ما ينفعش، ما ينفعش. ايه ده؟ هدي نفسك، ما ينفعش. ده ايه الاجرام ده؟ ها ها، في مالك؟ في ايه؟ هقفل فوق. الو الو، قفل. ده مين ده؟ مين ده؟ جاري. ماله؟ من الصبح بيبهدلني. بعدين بقى رد يا حسن انت. الو. مدام فيفي. يا ريس، مالك؟ في ايه الموضوع؟ مين انت؟ مالكش دعوه انت، انت قول لي ايه الموضوع. مالكش دعوه انا مين؟ لا ما تاخدنيش وش. مين انت؟ عايز المدام. خلص، عايز ايه قول لي. انا عايز ايه؟ مالك؟ والنبي يا عم فان ديزل، اديني مدام فيفي. والنبي خلص، شوف انت عايز ايه. خلص، عايز ايه قول لي. انا عايز ايه؟ مالك؟ والنبي يا عم فان ديزل، اديني مدام فيفي. والنبي خلص، شوف انت عايز ايه. ده انت حلو وبتعرف تسكت. ده اخويا، ده اخويا. ده يا واد، يا واد. خلص يا ابني، مالك؟ في ايه؟ عايز ايه؟ مين حضرتك؟ طيب لو اتصلت انا تاني. لا لا، ما تعرفش تعمل اي حاجه. اقول لك راجل مش مصدقني. ماله ده؟ راجل ومفتري وعنده كلاب وعنده زفت وعنده قطران. انا اسفه جدا، معلش. عندي مشكله والله، عندي مشكله. معلش معلش، انت هدي نفسك، انت ما لكش دعوه بالحاجات دي. على فكره اخويا، قولي شنو كان؟ انا ما فهمتش حاجه. مالها في؟ بتقول لك مش فاهمه حاجه. طب انا فاهم، انا وقت الترجمه دلوقتي. حتى انا اول مره، انا اعصابي تعبانه. تبان لي انت كتعاير وهي معصبه، ما فهمتش شنو وقع. هي متضايقه بس في مشكله كده مع حد، ف كامل متخانقه معاه.